كل الاحوال برضو من ضمن الامور اللي استجدت حضراتكم برضو عشان تبقوا متابعين معانا، من ضمن قرارات الاتحاد المصري لكره القدم قرر تعيين الاستاذ علاء عبد العزيز مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي، استاذ ايمن حافظ مديرا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وايمن زين طبيبا للمنتخب الاولمبي. برضو من ضمن المستجدات وافق الاتحاد المصري على توصيه فينجاده بتعيين محمد وهبه مدير فني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي اعضاء الجهاز الفني في اداء المهام بتاعتهم. اختار اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذي كرئيسا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لأداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وكذلك تعيين راغب الرفاعي رئيسا للجنة تراخيص الأندية. ودي باختصار شديد آخر المستجدات اللي حصلت في هذا الإطار أو في هذا الملف. كويس جدا.